التكريم الأول لرجل أخذ من الدنيا وأعطاها الكثير، لم يكن في هذا الكثير يعرف الوسط، كانت حياته مزيجا من العذاب والمتعة، العذاب في اكتشاف بحث علمي جديد والمتعة في نجاح عملية زرع كلى لإنسان لا يعرفه ولا يعرف ديانته ولا عقيدته ولا حتى توجهه السياسي. كل ما يعرفه عنه أنه إنسان يريد من الحياة بعض الحياة. هو رجل رياضي لديه من الحماس ما يؤكد أن أنبل وأطول وأقصى وأشرف معاركه كانت في الطب. التكريم الأول للحاصل على أعلى استشهاد مرجعي العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور محمد أحمد غنيم، مؤسس مركز الكلى والمسالك البولية ورائد زراعة الكلى في مصر والعالم العربي، يتسلمها عنه السيد الأستاذ الدكتور سعيد عبد الهادي عميد كلية الطب. ثانيا السادة الحاصلين على أوسمة وأنواط الدولة، هي مدير مركز أبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السري ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الأسبق وأستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، وحصلت على وسام ضابط عظيم من السفارة الفرنسية وكرمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم المرأة المصرية الأستاذ الدكتور فرح الشناوي. هو أستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الوكيل. هو أستاذ بقسم الكيمياء بكلية الصيدلة، وحصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الدرجة الأولى، وحصل على درجة DSC من كلية أو من كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية الأستاذ الدكتور حسين إبراهيم إسماعيل الصبار. أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب، حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى الأستاذ الدكتور أحمد محمد علي العاصمي. أستاذ الرياضيات بكلية العلوم، حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى الدكتور سمير حمودة عطوة صقر. ثالثا شخصية العام، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم وصاحب مدرسة علمية كبيرة الأستاذ الدكتور محمد عبد الحافظ الفار. رابعا السادة المكرمين لاكتشافات علمية، وكان آخرها الاكتشاف العلمي أو العالمي للديناصور الأستاذ الدكتور هشام علي وسلام قسم الجيولوجيا كلية العلوم، ودكتور سناء السيد أحمد أحد أعضاء الفريق البحثي لاكتشاف الديناصور. خامسا السادة الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2015، أولا جائزة الدولة للتفوق العلمي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق عبد الرازق قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب في مجال العلوم الطبية. ثانيا جائزة الدولة التشجيعية الدكتور أحمد محمد محمود حراز
قسم طب وجراحة المسالك البولية بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، ويتسلمها والده محمد محمود حرز. حصل على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة الأستاذ الدكتور محمد فخري المكاوي، الدكتور تامر السيد حلمي قسم طب وجراحة المسالك البولية كلية الطب في مجال العلوم الطبية. جائزة الأستاذ الدكتور محمد فخري المكاوي 2015، وجائزة الجامعة للتفوق العلمي الأستاذ الدكتور صلاح الشحات عارف قسم الباثولوجيا الإكلينيكية كلية الطب مجال العلوم الطبية والصيدلة. جائزة الأستاذ الدكتور محمد فخري المكاوي 2015، وجائزة الدولة التشجيعية 2016، الدكتور أحمد محمد مصطفى الشال قسم المسالك البولية كلية الطب في مجال العلوم الطبية للجراحة الخاصة. جائزة المرحوم الأستاذ الدكتور محمود زين الدين، يتسلمها الدكتورة مروى فوزي المتولي أحمد قسم الصحة والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري في مجال التربية وأمراض الدواجن. جائزة المرحوم الأستاذ الدكتور فوزي حسين حماد الدكتور محمد محمود مصطفى عوض قسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة في مجال التكنولوجيا النووية. سادسا السادة الحاصلين على التميز في جوائز حوافز النشر العلمي للأبحاث المنشورة لعام 2015، الدكتور محمد أحمد عوض أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم كلية الصيدلة، والحاصل على جائزة حوافز النشر العلمي على الأبحاث المنشورة أعلى معامل تأثير نسبي لعام 2015. الأستاذ الدكتور فتح الله بلال قسم الكيمياء التحليلية كلية الصيدلة، والحاصل على جائزة حوافز النشر العلمي على الأبحاث المنشورة لعام 2015 أعلى عدد أبحاث. سابعا السادة الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2016، أولا جائزة الدولة التقديرية وجائزة الجامعة التقديرية، الأستاذ الدكتور حسن أبو العينين عبد الباقي قسم جراحة المسالك البولية كلية الطب في مجال العلوم الطبية. ثانيا جائزة التفوق العلمي، الأستاذ الدكتور أحمد محمد رفعت النحاس، ويتسلمها عنه زوجته هالة أحمد النحاس وهو بقسم جراحة المسالك البولية في مجال العلوم الطبية. جائزة الدولة التشجيعية وجائزة الجامعة التشجيعية لعام 2016، الأستاذ الدكتور إبراهيم علي الشطاني قسم القوى الميكانيكية كلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية. جائزة الدولة التشجيعية لعام 2016، وجائزة المرحوم الأستاذ الدكتور حسن حمدي إبراهيم الدكتور عبد العزيز محمد محمد عبد العزيز حسين قسم الفسيولوجي كلية الطب في مجال العلوم الطبية. جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة، الأستاذ الدكتور شريف يوسف حلمي خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة وقسم القانون العام في مجال العلوم الاجتماعية.
السادة الحاصلين على جوائز الجامعة لعام 2016. أولا جائزة الجامعة التقديرية لكلية العلوم الأستاذ الدكتور محسن محمود مصطفى عبد الرحمن مجال العلوم الأساسية قسم الكيمياء. كلية الهندسة الأستاذ الدكتور محمد نبيل سعد صبري مجال العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات قسم القوى الميكانيكية كلية الهندسة. ثانيا جائزة الجامعة للإبداع العلمي لعام 2016 كلية الصيدلة الدكتور محمد يوسف إبراهيم مجال العلوم الطبية والصيدلية قسم الميكروبيولوجيا والمناعة كلية الصيدلة. حصل على جائزة الجامعة للإبداع العلمي وجائزة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في كلية الزراعة الدكتور محمد حسن محمد بيومي مجال العلوم الزراعية والبيطرية قسم الحشرات الاقتصادية كلية الزراعة. ثالثا جائزة الجامعة للتفوق العلمي الأستاذ الدكتور هشام السيد عبد الهادي في مجال العلوم الطبية والصيدلية قسم طب الأطفال ويتسلمها الدكتور محمد عطية وكيل كلية الطب. الأستاذ الدكتور بدير علي الدين حسن في مجال العلوم الطبية والصيدلية قسم جراحة المسالك البولية كلية الطب. الأستاذ الدكتور حشمة سليمان أحمد الدسوقي كلية العلوم في مجال العلوم الأساسية قسم فسيولوجيا النبات كلية العلوم. رابعا جائزة الجامعة التشجيعية لعام 2016 دكتور منى عبد العزيز منتصر قسم تقويم الأسنان كلية طب الأسنان. دكتور ميادة مسعد أحمد شعبان قسم الصحة والأمراض المشتركة كلية الطب البيطري. وتتسلم أيضا الدكتورة ميادة مسعد شعبان نيابة عن الدكتورة إيمان زهران عبد الحميد قسم أمراض البطنة والمعدية والأسماك وأمراض الأسماك ورعايتها كلية الطب البيطري. الدكتور محمود مصطفى محمد عزام قسم إنتاج الدواجن وتغذية الدواجن كلية الزراعة. الأستاذ الدكتور نصر أحمد محمد التبعي مركز الكلى والمسالك البولية جراحة المسالك كلية الطب. دكتور نجلاء إبراهيم عبد العزيز إبراهيم قسم الكيمياء الدوائية كلية الصيدلة.
دكتور رشا محمد فتحي بروة، قسم الميكروبيولوجي والمناعة، كلية الصيدلة. خامسا جائزة الجامعة لأحسن رسائل لدرجة الدكتوراه لعام 2016، كلية العلوم، الدكتور ياسمين السيد موسى، قسم النبات. كلية العلوم أيضا دكتور إبراهيم أحمد عبد الهادي، قسم الكيمياء العضوية. كلية الصيدلة الدكتور رحاب صبري عبد الرحمن، قسم الفارماكولوجي والسموم. دكتور عمرو رفعت تركي السنباطي، كلية الهندسة، قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية. كلية الهندسة أيضا الدكتور عبد الفتاح علي العدل، قسم هندسة القوى والآلات الكهربية. كلية الطب البيطرية الدكتور أماني فرج أمين، قسم الخلية والأنسجة. كلية الصيدلة الدكتور سماح أبو العباس محمد، قسم الكيمياء التحليلية. كلية التربية النوعية الدكتور منى ياسر عبد الخالق، قسم الاقتصاد المنزلي. سادسا جائزة الجامعة لأحسن الرسائل لدرجة الماجستير لعام 2016، كلية الصيدلة السيدة ريهام مختار أحمد محمد أمان، قسم الصيدلانيات. كلية العلوم السيد عطية إبراهيم قاسم قاسم، قسم الفيزياء النظرية. كلية الآداب السيدة أسماء نعمة الله عبد الشافي الشراباصي، قسم الجغرافيا البشرية. كلية التربية السيدة وفاء محمود عبد الفتاح رجب الزهيري، قسم تكنولوجيا التعليم. كلية التربية النوعية السيدة مروة إبراهيم الششتاوي محمد ماضي، قسم الصحة النفسية. سابعا السادة الحاصلين على جوائز خارجية، حصل على جائزة الجمعية اليابانية للعلوم الطبية البيطرية لأحسن بحث، كلية الطب البيطري الدكتور حسام الشيخ علي جمال الدين، ويتسلمها عنه عميد كلية طب بيطري دكتور نبيل هيكل. وأخيرا الحاصل على جائزة رافع الناصري للحفر والطباعة كلية الفنون الجميلة الدكتور محمد نبيل عبد السلام محمد، قسم الجرافيك. نتوجه لحضراتكم بالشكر، وإلى هنا انتهت فعاليات حفل عيد العلم.
هذا إليك مصطفى المنشاوي، تحياتي.